مفصل الآيات ويرد عن زيغ من الشبهات. خاضوا بآيات القرآن فحرفوا مقصودها يحويه من آيات. خاضوا بآيات القرآن فحرفوا مقصودها يحويه من آيات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة هتكون متممة للحلقات السابقة في بخصوص المرأة، فأخذنا حوالي 3-4 حلقات قبل هذه، هي 3 حلقات هي مكانة المرأة في الأديان، ثم أخذنا الميراث وأخذنا الحجاب، واليوم هنأخذ الحلقة وهي حلقة حساسة حقيقة، هي تعدد الزوجات في الأديان. كثيرا ما نجد في المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع النصرانية واليهودية دائما يطعن في الإسلام بأنه هو الدين الوحيد اللي يتكلم على التعددية، ويروا أن التعددية في النساء هي يعني مسبة لديننا، ولكن في هذه الحلقة سنوضح أن التعددية ليست في الإسلام فقط، هي موجودة في كل الأديان. أيضا أن التعددية ليست عيب، هي حل لكثير من المشاكل في العالم الآن موجودة. يعني ليس ذكر التعددية في الإسلام أو في القرآن قد يخص المسلمين فقط، بل يخص بعض الشعوب اللي عندها نسبة نساء عالية جدا، وهي حل لمشكلة في كثير من الدول. فبعض الدول في أوروبا وفي أمريكا تصل نسبة النساء يعني حوالي 9.8 مليون من النساء ليس لها يعني رجال للزواج بهم. زيادة عن ذلك الحروب، كثرة الحروب وموت الرجال في الحروب يجعل وجود نسبة نساء عالية، وهذه النسبة يعني لا يمكن جبرها إلا بعملية التعدد في الزواج. ولكن الإسلام وضع يعني عدة شروط لهذه عملية التعدد والأشياء هذه سنتطرق إليها، لكن أكثر من يطعن في هذه المشكلة أو هذا الموضوع اللي هو التعدد في الزوجات دائما يطعن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده عديد من الزوجات. فهل الأنبياء الآخرين الموجودين في الأديان الأخرى لم يكن عندهم هذا العدد؟ فنحن الآن سنعرض هذا الموضوع في الأديان الأخرى، يعني في التوراة هل كان يوجد تعددية أو لا يوجد تعددية؟ أول ما ندخل في التوراة نأخذ السفر التثنية العدد 21 15 16 17 نتكلموا فيه أو نقرأ عليكم السفر حتى يعلم الناس أن التعددية موجودة في هذه الأديان. السفر يقول: إذا كان لرجل امرأتان، إذا كان لرجل امرأتان، أي أن كان يوجد شيء اسمه زواج من أكثر من مرأة، إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة، فولد له بنين المحبوبة والمكروهة، يعني ولد هنا اثنين المكروهة له أو المحبوبة ولدت له بنين. نحن طبعا الموضوع يخصنا أن إذا كان لرجل امرأتان، أي أن في التوراة في سفر التثنية الإصحاح 21 العدد 15 16 17 يوجد فيه زواج من أكثر من واحدة، علما بأن أكثر النصارى يتكلموا في التلفزيون، يتكلموا في الحلقات، في المحاضرات، يقولوا نحن في ديانتنا مرأة واحدة فقط، وهذا أحد الأدلة التي تدل على أن يوجد زواج أو يوجد أكثر من مرأة في الأديان. طبعا نحن لما نتكلم على التثنية، التثنية هذا موجود في التوراة وهو موجود في كتاب النصارى. كتاب النصارى ينقسم قلنا احنا الى قسمين، القسم الاول اللي هو التوراة والقسم الثاني اللي هو يقول الانجيل. القسم الاول يسموا فيه العهد القديم، والجزء الثاني منه يسموا فيه العهد الجديد. العهد الجديد اللي هو نزل على عيسى حسب قولهم، والعهد القديم اللي هو التوراة اللي هو نزل على موسى حسب قولهم. هذا النص اللي قرأناه الان اللي هو اذا كان لرجل امرأتان موجود في سفر التثنية، وهو احد اسفار موسى عليه السلام. طبعا هذه الاسفار الآن نتكلم عنها هي أسفار محرفة أصلا، ليست أسفار موسى التي نزلت، وليست الأناجيل أو الإنجيل الذي نزل على عيسى. فهذا أول دليل لدينا أن في التوراة يوجد نص في سفر التثنية يتكلم على أن الرجل إذا كان له امرأتان، هذا نص. وإذا يعني تكلمنا على التعددية في الإسلام،
فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في كتابه حدد ما هي التعددية وكيف تكون التعددية. أكثر النساء تخاف من التعددية لأسباب كثيرة، أولها أن كل ما تشوف في رجل متزوج امرأتين أو ثلاثة أو أربعة تجد عدم العدل، عدم العدل بين الزوجات في كل شيء. قد يكون الإنسان يعذر فيما في قلبي، أما خارج ما قلبه هذا يجب أن يعدل فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء الآية 2 و3، يقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الآية هذه واضحة وضوح الشمس، يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أن يستطيع الإنسان يتجوز 1 و2 و3 و4، ولكن يجب أن يكون عادل بينهم. في نفس الوقت إذا لم يستطيع العدل فعليه أن يتجوز واحدة فقط. ونحن بعض الأحيان نجد اللي متجوز واحدة فقط وبرضو لا تجد أن لا يعدل فيها، يظلمها في حقها، بل يصل إلى عملية الضرب والإهانة. فعملية العدل ليس في الأربعة فقط، قد تكون حتى في الواحدة. قد يكون إنسان متجوز مرأة واحدة يعني معاملته معها معاملة سيئة لا بحدود، لا أمر الله بها ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. القصة الأخرى أن عملية التعدد في الإسلام أصلا لم تأتي للتعددية، ولكن كانت فيه مشكلة. والآيات لما قرأناها كانت وآتوا اليتامى أموالهم، والذكر كان اليتامى في ذلك الموضوع. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس تكفل أيتام، والأيتام هذول عندهم أموال، فكانوا عند الأموال هذين للأيتام كان عندهم بنات، والبنات هذين كان يبي يتجوز منها الشخص اللي هو كفيل متاعها، فكان يبي يبخصها في المهر متاعها، يبي يأخذها بدون أن يدفع شيء. فالله سبحانه وتعالى نزل هذه الآيات يمنع هؤلاء الناس من تزوج الأيتام اللي متكفل بها، ويمنع من أن يأخذ حقها. يجب إذا كان أراد الزواج منها يعطيها حقها كامل، وإن كان لا يريد أن يفعل ذلك الله قال أو ذكر ذلك في القرآن، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي أنكم لم تصلوا العدل فيهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. هذه قصة التعددية. وعملية التعددية إن الله حددها بالعدل، يجب أن يكون إنسان عادل. فلذلك الله سبحانه وتعالى في الآية 129 في سورة النساء يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي أن الإنسان من الصعب أن هو يعدل في المرأة. والكلام هذا له مغزى وله تفسير وله معنى كبير. المعنى أن لا يستطيع العدل ليس في المرأة، وإنما لا يستطيع العدل فيما في قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه أبو داود. هذا الحديث يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك هو المعاملة مع المرأة بما يستطيعها، أما ما لا يملك فهو ما موجود في القلب. بعض الأحيان تبدأ عنده زوجتين أو 3 أو 4، يعني يقدر يقسم بينهم ويعدل بينهم في الأكل والشرب وفي المسكن وفي كل شيء، ولكن المحبة لا يستطيع، لأن المحبة من الله عز وجل وهي داخل القلب يتحكم فيها القلب. فهو يحتذر إلى الله عز وجل بأنه يعني يعدل فيما يستطيع، وما لا يستطيع يطلب من الله المؤاخذة أو عدم أو العذر في ذلك. هذا يعني يعتبر من قمة العدل في هذه القضية أو قضية التعدد. لما دوينا نحن في بداية الحلقة على عملية وجود التعددية في الأديان الأخرى اللي هي سواء التوراة أو الإنجيل، طبعا لما نجي على التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل عند النصارى في كتاب واحد، فالنصارى يعترفوا بما موجود داخل التوراة. نأتي لبعض الأنبياء الموجودين ونعطي بعدة أمثلة توضح أنه يوجد عند الأديان الأخرى تعددية ولم يختص هذا الأمر بالإسلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده 3 نساء، السيدة سارة، ثم تزوج السيدة هاجر، ثم أخذ واحدة أخرى اسمها قطورة. ونحن عند النص في التكوين اللي هو الإصحاح 18 العدد 9 يقول وقالوا له أين سارة امرأتك، فقال ها هي في الخيمة، هذه الآن زوجة
سيدنا إبراهيم اللي هي السيدة سارة، وفي التكوين 16:3 فأخذت ساراي اللي هي سارة، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى حسب قولهم هم في التوراة غير الأسم تاعها إلى سارة، وسيدنا إبراهيم غير يعني كان إبراهيم تغير إلى إبراهيم. فأخذت سارة امرأة إبراهيم هاجر المصرية التي كان عندها هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبراهيم في الأرض كنعان، يعني بعد 10 سنين من وجود سيدنا إبراهيم في كنعان أعطاتها صار جارية اللي هي هاجر وتزوجها، وأعطتها لإبراهيم رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت اللي هي السيدة هاجر، هذه الزوجة الثانية. الزوجة الثالثة في سفر التكوين العدد 25 الإصحاح 25 العدد 1، وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة. هنا الآن سيدنا إبراهيم عنده 3 زوجات، أي أن التوراة تقر ذلك، وأيضا تقر النصارى لأنها مؤمنة بالتوراة. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. نأتي لسيدنا يعقوب أحد أبناء سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عنده إسماعيل، ثم عنده يعقوب، ومع يعقوب يعقوب هو ابن سيدنا إسحاق. إسحاق عنده 2 من الأبناء، عيسو ويعقوب، وسيدنا إبراهيم أصلا عنده سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. إسحاق عنده 2، عيسو وعنده يعقوب، ويقال أن عيسو هو البكر ويعقوب هو الثاني. سيدنا يعقوب عنده مجموعة من النساء يعني سنذكرها الآن في الإصحاحات الموجودة في التوراة. في سفر التكوين 29 العدد 21 22 23 ماذا يقول؟ ثم قال يعقوب لآبان، شخص اسمه آبان، اعطيني امرأتي لأن أيامي قد كملت فأدخل عليها. فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة، وكان في المساء أنه أخذ ليئة، هذه بنت لابان أو لآبان، وأتى بها إليه فدخل عليها. هذه أول زوجة لسيدنا يعقوب. الزوجة الثانية في سفر التكوين العدد 29 نفس العدد ونفس الإصحاح، ولكن العدد 28 29 30. ففعل يعقوب هكذا، فأكمل أسبوع فأعطاه رحيل، يعني بعد أسبوع من ليئة أعطاها رحيل أختها. كان طبعا في ذلك الوقت يجوز الجواز من 2 أو من أخوين من أختين مع بعض، يجمع بينها ابنته أو زوجة له. وأعطى لأبان رحيل ابنته بلها، بلها هذه إحدى الجواري أعطاها لرحيل، فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة، يعني الاثنين كان موجود عنده ولكن كان يحب رحيل أكثر من ليئة. هذا سيدنا يعقوب في زواجه من بنتين من لابان، وهي ليئة ورحيل. ليئة ورحيل كانت عندها جاريتين، الأولى كانت عندها رحيل عندها بلها، وعند الأخرى اللي هي زلفة. الأربعة هذين تزوجن سيدنا يعقوب وأنجب منهم 12 سبط اللي هم أصباط بني إسرائيل. الحقيقة فيه مسألة هنا كثيرا ما يطعن فيها اليهود في سيدنا محمد أو في أمة سيدنا محمد اللي هم نحن من هاجر. يقولوا أن هاجر هي أمة، وأن ذرية هاجر كلهم يعتبروا عبيد. لما نجون بحثوا في سيدنا يعقوب اتجوز 4 نساء، 2 حرائر و2 صراري. 2 الصراري هذين أنجبن 4 أولاد اللي هن زلفة جابت جاد وأشير، وبلها جابت دان ونفتالي. الأربعة هذولا من أسباط بني إسرائيل، وأسباط بني إسرائيل 12 سبط. الأربعة منهم هذولا أولاد لنساء صراري ليس في حراير، يعني ثلث بني إسرائيل هم عبيد أيضا حسب قولهم، علما بأن السيدة هاجر ليست أمة، هي ابنة لأحد الملوك، أي أنها هي ملكة تعتبر وليست كما يقولون. الأسباط 12 الآن عرفنا أنهم عندهم ثلث الأسباط هم عبيد ليسوا أحرار، هذا باعتراف التوراة. بالنسبة لعيسو اللي هو ابن سيدنا إسحاق البكر يعتبر، هذا تزوج عدة نساء. فلما نجول لسفر التكوين 26-34 ماذا يقول؟ ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بيري الحثي وبسمة ابنة ايلون الحثي، أي أخذ 2 نساء، وهذه تعددية أيضا. يعني لما نتكلم مع النصارى واليهود ويقولوا التعددية موجودة في الإسلام فقط، هنا موجودة حتى في التوراة والإنجيل.
أيضا عيسو تجوز مرة أخرى، فذهب عيسو إلى إسماعيل، إسماعيل اللي هو عمه اللي هو أخو سيدنا إسحاق، وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم إخت نبؤيوت زوجة له على نسائه. هذا الآن عنده كم زوجة؟ 3 زوجات. وسيدنا إبراهيم عنده 3 زوجات، سيدنا يعقوب 4 زوجات، جوز سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى في سفر الخروج الإصحاح الثاني العدد 21 يقول: فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى سقورة ابنته، أي زوجه بنته اسمها بنت اسمها سقورة. وأيضا في سفر العدد الإصحاح 12 العدد 1 وتكلمت مريم وهارون، مريم وهارون هذول إخوة سيدنا موسى عليه السلام، على موسى بسبب، تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية. كوشية أي أن هي من إثيوبيا، من كوشا أي من منطقة إثيوبيا، التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، أي أن الآن عنده صفورة وعنده مرأة كوشية. الآن عرفنا أن موسى عليه السلام عنده زوجتين. ونأتي إلى سيدنا داود، سيدنا داود عنده أكثر من زوجة، حوالي يوصل إلى عدد 9 زوجات. لو دخلنا على سفر صموئيل الأول 18-27، حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك، فأعطاه شاؤول ميكال ابنته امرأة. أي أن شاؤول أعطى سيدنا داود أعطاه بنت ميكال. والغريب حقيقة يعني لما نجون بحث السفر هذا وسنتكلم فيه في التحريف وفي الإهانة بالشعوب الأخرى، لما قال: وأتى داود بغلفهم، قبل الكلام هذا، حتى قام داود وذهب هو رجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، يعني 200 رجل تم قتلهم، وأخذ الغلف، الغلفة اللي هي لما يطهر الابن الولد يأخذ منه جلدة، الجلدة هذه يستخدموها في عمل، استخدمها سيدنا داود كمهر. ونجد كثيرا من الفلسطينيين مسيحيين وفي من اليهود تستغرب إذا كانوا يهانوا داخل هذا التوراة، أصبحوا هم الغلف متاع أولادهم، أصبحت عملة عندهم. وهذا مش موضوعنا، نتكلم فيه إن شاء الله في التحريف وفي الإهانة وفي الحلقات الأخرى إن شاء الله. أيضا سيدنا داود جوز عدة نساء أخرى، يعني حوالي 9 نساء. وكذلك سيدنا سليمان ابن سيدنا داود، هذا يعني حقيقة أستغرب كل استغراب، عنده 1000 مرأة. لما نشوف في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 العدد 1 و2 و3، ماذا يقول هذا العدد أو هذا الإصحاح؟ وكانت له، اللي هو سيدنا سليمان، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساءه قلبها. سبحان الله، 1000 مرأة موجودة في كتابهم لرجل اسمه سليمان، نبي من أنبيائهم وملك من ملوكهم، 1000 رجل مرأة ولا يطعن فيه. ويأتي هؤلاء اليهود والنصارى يقوموا بعملية الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تزوج عدة نساء حوالي ما يعادل من 11 مرأة تقريبا. الآن نتكلم على مسألة، وحقيقة المسألة هذه واردة كثيرا في يعني في الكتب وفي المواقع التواصل الاجتماعي، دائما يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تزوج عائشة وهي عمرها 9 سنوات. في بداية الحلقة تكلمنا عن سيدنا إبراهيم وقلنا النص أن سيدنا إبراهيم تزوج السيدة هاجر وهو عمره 85 سنة وهي عمرها 25 سنة. الفرق بين سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر 60 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة كان 54 سنة. لما نقول للنصارى مريم أم عيسى اللي هم يقولوا عليها أم الرب، لما خطبت ليوسف النجار كان عمرها 87 سنة وكان عمرها هي 12 سنة حسب الموسوعة الكاثوليكية تقول. الفرق ما بينهم يصل إلى حوالي فوق 78 سنة أو حوالي 75 سنة ما بين مريم وما بين يوسف النجار. ويأتي هؤلاء الناس يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أن بينه وبين عائشة حوالي 54 سنة. عندنا مسألة أخرى حقيقة يعني من بني جلدتنا يتكلموا دائما على التعدد في الزوجات. التعدد في الزوجات يعني وضعه الله في كتابه لأغراض، ليس للمتعة فقط ولكن لحل مشكلة قد تواجه العالم الآن وكانت تواجه من قبل. نسبة النساء في العالم يعني عالية جدا، لو تركت هذه النساء من غير زواج سيكون للفحشاء والزنا والدعارة يعني شأن كبير في العالم. فلذلك الله سبحانه وتعالى
منع هذا الشيء بوضع تعددية للزوجات حتى لا تحرم النساء من حقها في هذه الحياة. بعض النساء، وأنا رأيتها حقيقة حتى على الشاشات التلفاز، رأيت بعض النساء تطعن في عملية أن مش التعدد فقط، تبي تعدد للرجال، تقول كيف ما أن النساء في تعدد فيهن يجب حتى الرجال لهم تعدد. وأنا حقيقة أستغرب من إنسان يقول كلمة كيف هذه، كلمة كبيرة هذه، أني هذه توضح للناس أن الشخص اللي يقول كلام كيف هذا ليس له يعني شو نقول، ما عندهش أخلاق حقيقة، لا يوجد له أخلاق. من يرتضي من الرجال أو من النساء أن يعني يعني مرأة تتزوج 4 رجال؟ يعني سبحان الله، لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بها الناس، ولا ترضى بها حتى الفطرة الإنسانية. يعني هل معقولة رجل يعني مرأة يدخل عليها 4 رجال يسكنوا معها في بيت واحد؟ والله يقلوا كل مرة جاي داخل، يعني صراحة حتى سبحان الله حتى في الحيوانات لو ندخل على الخراف، يعني زي ما يقول الضان، تلقى 40 شاة لديها كبش واحد أو يعني فحل واحد. هذا الفحل لو أدخلت فحل ثاني يعني صدقوني يتم المعركة، لازم ينتهي أحد الفحلين، لا يمكن يرضى بأن يوجد فحل آخر موجود معه في داخل القطيع متاعه. الآن يعني تبرر هذه النساء وهذه السيدات تقول وش المشكلة، يعني إذا كان تزوج المرأة تزوجت 4 رجال حتى عملية الحمل سهلة، نقدر نحدد الولد لمن يكون بالدي إن إيه. نقول سبحان الله، بعض الناس تتكلم بمعلومات وأشياء هي لا تعلمها. العالم كله نعم قد يعرف شخص بالدي إن إيه، لكن في قضايا الزواج والطلاق وقضايا الأبناء والأشياء ذينا الدي إن إيه لا يحدد الأب، ولكن قد يحدد أن هذا ليس هو الأب، يعني يرفض الأبوة ولكن لا يثبتها، وهذا موجود في العالم كله. وبرضه حتى في الشريعة الإسلامية هذه القضايا يعني اللي هي قضايا الأبوة لا يثبتها الدي إن إيه ولا يحترف بها في الدي إن إيه، أن يثبت هذا، قد يثبت أن هذا الولد ليس لهذا الشخص، لكن أن يثبت هذا الولد لهذا الشخص هذا لا يوجد حتى في الدول الأوروبية. وحقيقة الموضوع يعني حاولت أن نضع كل ما يختص بتعدد الزوجات، ونوضح أن فكرة تعدد الزوجات هي ليست عيب، ولكن في نفس الوقت لها شروط كبيرة يعني عند الله عز وجل. الظلم فيها لا يجوز، علما بأن في بداية الحلقة تكلمت على أن بعض الأحيان متزوج مرأة واحدة ومع ذلك يظلمها. يعني لا يقع الظلم في تعددية فقط، قد يقع الظلم حتى في المرأة الواحدة، وتجد المشاكل في كل المحاكم، تجد الطلاق من مرأة واحدة، تجد الظلم فيها. ولكن إذا كان الإنسان استطاع أن يعدل بين النساء فيما يستطيع، يعني الشرع لم يمنع. كذلك الشرع لماذا أقر عملية التعدد؟ الرجال والنساء، بالذات الرجال لهم يعني إمكانيات تختلف من شخص إلى آخر. في إنسان عنده قدرات جسدية، في عنده قدرات مالية يستطيع أن يتجوز أكثر، وفي إنسان يعني محدودة بين يتجوز، يعني لا يستطيع أن يعدل إلا في واحدة فقط. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك فرضا على الرجال أن لازم يتجوز 4 نساء، ولكن إن تزوج ذلك ليس بعيب. هذا يعني ما حاولنا أن نجمل في موضوع تعدد الزوجات، وهو موضوع يعني حقيقة له حساسية كبيرة بالنسبة للنساء. لا يجوز ولا يرضى لا شرعا ولا دينا ولا حتى الإنسانية أن الإنسان يتجوز أكثر من مرأة ولا يعدل بينهم. أقل ما يكون أن يعدل ما بينهم فيما يملك، أما ما لا يملك فله العذر في ذلك عند الله عز وجل. حقيقة يعني هذا ما نستطيع أن نتكلم فيه في هذه الحلقة، ونسأل الله أن المعلومة وصلت وأن أزلنا كثيرا من الشبهات عن هذا الموضوع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبهاتهم مدحوظة مردودة بأدلة قامت لها بثبات رمضان.